المزيد ينضم إلينا سعادة السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا. أرحب بك سعادة السفير. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك، مساء النور. في البداية، اجتماعات مجموعة الـ20 وأفريقيا، مصر تشارك وهي رئيس الاتحاد الأفريقي. حدثنا عن أهمية هذه المشاركة المصرية وأبرز ما سيتم تناوله في جدول أعمال الرئيس السيسي. الحقيقة جدول أعمال السيد الرئيس ينقسم إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأولاني هي زيارة ثنائية يقوم بها سيادته إلى ألمانيا، يلتقي خلالها بقادة ألمانيا وكبار مسؤوليها، فسيلتقي سيادته مع المستشارة ميركل والرئيس رئيس الجمهورية الألماني، بالإضافة إلى رئيس البرلمان الألماني البوندستاغ. كما يلتقي السيد الرئيس خلال الزيارة مع عدد من الوزراء الفيدراليين الألمان، فسيلتقي سيادته مع وزراء الدفاع والتعاون الاقتصادي والاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى وزير الداخلية. كما يشتمل جدول السيد الرئيس على لقاءات مع كبريات الشركات الألمانية العاملة في مصر والتي تسعى للعمل في مصر في الفترة القادمة، فسيتم عقد مائدتين مستديرتين للشركات الألمانية منفصلتين على حسب تخصص كل مجموعة من الشركات. بالنسبة للشق الجزء الآخر من زيارة السيد الرئيس لألمانيا، فهي كما شرحتم في مقدمة هذه الفقرة تتضمن حضور سيادته لقمة مجموعة الـ20 مع أفريقيا، وهي قمة يتم عقدها سنويا ويحضرها السيد الرئيس للمرة الثانية، بناء على مبادرة قدمتها المستشارة ميركل في 2017 عندما كانت ألمانيا ترأس مجموعة الـ20. وتتلخص المبادرة الألمانية في محاولة لتكثيف وزيادة التعاون ما بين دول مجموعة الـ20 وعدد مختار من الدول الأفريقية، هي 12 دولة أفريقية تضم مصر. وبالتالي فإن مشاركة السيد الرئيس خلال الدورة الحالية للقمة تأتي من منظورين. منظور الأول هو رئاسة السيد الرئيس ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وأيضا مصر هي عضو في هذه المبادرة وإحدى الدول المستفيدة منها، وبالتالي فسيد الرئيس سيقوم ب المشاركة على هذه الخلفية أيضا. شكرا جزيلا سعادة السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا، تحدثت إلينا من برلين.